جيش مجند، جيش النظام، جيش الكتروني. شيتين هذا اكثر فيهم، هذول ما يحاربوا في امير ديزير، بيحاربوا في لطفي. هذول هم اللي راهم يحاربوا في الشعب الجزائري. هاك تشوف خويا يقول لك معنى الذباب الإلكتروني، هم أشخاص عديمي الشرف باعوا أرضهم وباعوا عرضهم. وبالنسبة لي أنا مع كل احترامي لكم، حتى الطفلة اللي تخدم في الملاهي شريفة على هؤلاء الناس. هذوما تم تجنيدهم من طرف العصابة. لا ميسيون برينسيبال نتاعهم يشتوا الحراك ويهاجموا كل شخص يعارض العصابة. طريقة التدخل تاع هؤلاء تكون بالسب وبالشتم وبالتهجم على الشخص في حد ذاته وليس الافكار. كان جات عندهم غرام تاع انتيليجونس يعارضوا الافكار وينتقدوا الافكار ماشي الشخص في حد ذاته. ضف الى ذلك انهم يسعون بكل الطرق والوسائل المتاحه والغير متاحه، القانونيه والغير قانونيه، الى تشويه كل اوجه المعارضه. اي انسان معارض للعصابه راح يرضوه ما يلاقش. هم من خانوا الوطن لكن يريدون تغليط الراي العام واقناع الناس أن كل شخص معارض للعصابة هو من خان الوطن، ويقوم بهذا الشيء من أجل مصالح خاصة ومصالح شخصية. ويجبد لك حكاية صارت في 54 يحب يربطها لك بقصة راهي صارية في 2019، وكيحبوا يشوفوا الصورة نتاع الشخص وما يلقاو عليه حتى دوسي، يجبد لك خالو ولد عمه وجارو وأشخاص ما عندهم حتى علاقة به. الحكومة المؤقتة واللي رفضها الشعب الجزائري رفض تام تطلب من الشعب الجزائري الحر أن يعين ممثلين للحراك وتقوم بقطع كل الرؤوس التي تبرز. صافي، أي إنسان يبان يطاكيه ويشوه الصورة نتاعو ويحاولوا قدر الإمكان أنهم يديتورنيو الناس كونتر. صافي، ما راحش يقدر الشاب أنه يعين ممثلين للحراك. أنا شخصيا لا أدعم أحد ولا أساند أحد، أنا مواطن جزائري بسيط أبدي وجهة نظري. هذا ما كان في حالة ما حب الشعب الجزائري الحر انه ما يكونش ليه ممثلين. انا راني مع الشعب، وفي حالة ما حب الشعب الجزائري الحر انه يكون ليه ممثلين، انا ما ساند حتى حد وما نقول حتى الانسان فوطي على فلان. اللي عينوه خاوتي يمثلني مني منهم. هذا ما كان. واللي راهو يتساءل على واش الذباب الالكتروني راهم قاعدين يديروا في الشهادة، نجاوبوا بكل بساطة لانهم خالصين، والناس هذو ما قيموا روحهم بزوز دور. وكاينه نقطة قبل ما نختم هذا الفيديو جد مهمة لازم ناخذوها بعين الاعتبار. ماشي اي انسان يعارض الافكار تاع الناس اللي عندهم صفحات يعتبر ذباب الكتروني. كاين خوتنا يتناقشوا معنا، يتفقوا معنا في افكار وما يتفقوش معنا في بعض الافكار الاخرى. كونهم لا يتفقون معنا في بعض الافكار لا يعني انه يجب تصنيفهم مع الذباب الالكتروني ويجب حظرهم. نو، اي انسان يعبر عن افكاره بطريقه محترمه وتكون هذه الافكار لا تدعو للجهويه ولا تدعو لتفرقه الشعب الجزائري او تشتيت الحراك يجب احترامها ولا بد من اخذها بعين الاعتبار. بارك الله فيكم والسلام عليكم. Marocain, écoutez, là j'ai fait des dernières vidéos sur Maroc là encore. Eh, devinez quoi? Devinez qui sont. Il y a des gens, ils sont venus m'écrire en message perso. Il y en a, ils sont jaloux de ouf. Il y en a, ils sont jaloux, ils sont rainés. Oh, le Maroc, je vous explique les gens. Le Maroc, ils sont loin devant. D'accord? Le Maroc, ils sont loin devant. Ceux de qui je parle là, c'est à la cheville. Et encore, peut-être en dessous du pied qui leur arrive, au niveau des orteils. D'accord? Le Maroc, ils tracent leur route loin devant, tranquille. Derrière, même dans les rétroviseurs, on ne les voit pas. D'accord? Hein, vous voyez de qui je parle, les Marocains. Vous voyez de qui je parle. Après, s'ils sont visés, tant mieux. Il y en a, franchement, ils ont un problème. Hein. Il y en a, ils ont un problème mental. Ah, Maroc imité, mais jamais égalé. D'accord? Le Maroc, ils ne sont jamais égalés. Dans les rétroviseurs, on ne les voit même pas, les autres. D'accord? Alors je vous dis un truc les amis, les potos, vive le Maroc. Inch'Allah.